أهلا بكم للأخبار العربية والدولية، ونبدأ من البحرين، إذ يثير المشهد مزيدا من التداعيات، لا سيما بعد أن استشهدت فتاة متأثرة بجروح أصيبت بها أثناء تعذيبها على يد قوات الأمن التابعة للسلطة الحاكمة في تشرين الثاني الماضي لتلتحق بركب شهداء الثورة. هذا في وقت تواصلت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح. بمزيد من التصعيد والتعامل الأمني وقليل من الاهتمام بالتقارير الدولية المحذرة من اشتداد عمليات القمع في البحرين، اختارت السلطات الحاكمة التعامل مع المحتجين المطالبين بإجراء إصلاحات سياسية في المملكة. التطورات الميدانية خلال الساعات 48 الأخيرة في هذا البلد تكشف عن ارتفاع كبير في استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين البحرينيين بالتزامن مع أجواء شهر محرم الحرام، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين قرب العاصمة المنامة. وبدأت المواجهات عندما حاول آلاف المتظاهرين العودة لدوار اللؤلؤة، فما كان لقوات الأمن المنتشرة في محيطه إلا أن تبادر بإطلاق الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، فوقع من وقع مصابا واختنق آخرون من جراء استنشاقهم للغازات السامة. كما أفادت التقارير الواردة من هناك بأن السلطات البحرينية أغلقت الشوارع الرئيسية في المنامة وسط تحليق كثيف وغير مسبوق للطائرات المروحية. وفي تطور لاحق استشهدت فتاة بحرينية متأثرة بجرح بالغ نجم عن إصابتها بقضيب حديدي وجد في رأسها مستقرا له، بعدما قذفه أحد عناصر الأمن على متظاهرين في قرية الدية الشهر الماضي. يأتي ذلك فيما نجا نائب رئيس جمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي من محاولة اغتيال وإعلان الناشطين الحقوقيين نبيل رجب ومحمد المسقطي تلقيهما لتهديدات بالقتل. وسط هذه التطورات المتسارعة يبقى المشهد هناك مفتوحا على جميع التوقعات في ظل سلطة لا تكترث لشعبها وشعب جزع من حكامه.